الفيديو النهاردة هقول لكم كل حاجة ليها علاقة بالميني كار. يلا بينا. السلام عليكم، ازيك يا جماعة؟ الفيديو اللي فات لما نزلته سألت الناس لو كانوا عايزين يعرفوا ايه هو الميني كات، ومعظم الناس بصراحة كتبت لي في الكومنت سيكشن هم عايزين يعرفوا ايه هو الميني كات. اول حاجة، ايه هو الميني كات؟ زي ما الاسم مبين هي بتكون فترة تنشيف سريعة شوية، بتكون من 4 لـ6 أسابيع، يعني من شهر لشهر ونص، وما بتزيدش عن كده، لان هي لو زادت عن كده بتبقى خلاص فترة تنشيف عادية، ما بتبقاش ميني كات. بنعمل امتى الميني كات وبنعمل امتى القط العادي؟ القط العادي او التنشيف العادي انت بتعمله لما بتكون عايز تقلل نسبة الدهون بتاعتك لحد ما توصل لنسبة معينة. لكن امتى بتعمل الميني كات؟ الميني كات بتعملها في اكتر من حالة. مبدئيا والغالب ان انت بتعمل ميني كات لما انت تكون مثلا واحد داخل في فترة بلك او فترة تضخيم، وتلاقي نسبة الدهون بتاعتك زادت شوية، او انت مثلا بتعمل فترة تضخيم لمدة طويلة، فنسبة الدهون لو زادت عندك شوية بحيث ان هي هتخليك مش مرتاح مثلا في نسبة الدهون انت وصلت لها، وفي نفس الوقت انت لسه عايز تكمل في البلك بتاعك، او لو انت واحد عكيت شوية فترة البلك بتاعك والموضوع فتح منك شوية فحسيت ان انت مش ده اللي انت عايزه، او لو انت واحد في عندك مثلا مناسبة قريبة، عندك فرح، عندك فوتوشوت، عايز تنشف في وقت قليل. دي الحالات اللي انت بتحتاج تعمل فيها ميني كات. نرجع طيب للسبب الرئيسي اللي الناس بتفضل تعمل فيه ميني كات، وهو في خلال فترة البالكينج او فترة التضخيم لما نسبة الدهون بتعلى شوية بيلجأوا للميني كات. ايه هي نسبة الدهون طيب اللي انت عندها تقول انا محتاج اعمل ميني كات لو انت لسه مثلا في وسط فترة البالك بتاعك ما وصلتش لاخرها؟ يعني انت لو وصلت لاخر فترة البالك وخلاص هتبدأ تنشيف، خلاص تبدأ كات عادي او فترة تنشيف عادية. طيب امتى في وسط فترة البالك تحس ان انت لا انا كده الموضوع زاد مني زيادة عن حده، لا انا المفروض اعمل ميني كات، ارجع شوية وارجع ادخل في البالك بتاعي تاني؟ مبدئيا عشان نكون متفقين، دي بترجع برضو لاختيارك انت. في ناس بتفضل ان هي تكون نسبة الدهون عندها عالية شوية بحيث ان هم يكونوا بالكي اكتر شوية، في ناس بتفضل الموضوع ده، وفي ناس تانية بتحب ان هي تفضل الى حد ما لين او جسمهم مقسم طول فترة البالك بتاعهم. لو انت عامة في نسبة الدهون اللي هي من 10% لحد خلينا نقول 20% اللي هي تعتبر النسبة الصحية للرجال عامة، او طبعا زودوا فوق النسب دي 10% لو بنتكلم عن الستات او عن البنات، فلو انت في النسبة دي انت اوكي، انت في مرحلة تمام مفيش مشكلة. لكن لو انت عايز جسمك يبقى لين اكتر، فمبدئيا كل ما تعدي فوق ال 15% 16% بالكتير قوي 18% انت كده خلاص نسبة الدهون بدأت تفلت منك، فهتبدأ ما تشوفش التقسيمات اللي في جسمك شوية. في الحالات دي وطبعا بناء على رغبتك انت، الحالات دي هي افضل حالات او افضل نسبة دهون انت ممكن عندها تقول انا المفروض اعمل ميني كات، فمن هنا تبدأ تعمل ميني كات بتاعك. طيب نعمل الميني كات ازاي او ندخل في الميني كات ازاي؟ مبدئيا انت مش مضطر بقى هنا في الحالات اللي زي دي ان انت تقلل السعرات بتاعتك بالتدريج والكلام ده كله علشان ما تخسرش عضلات والكلام ده كله، لان انت هتمشي فيها بطريقه معينه هتكون محافظ على نسبه البروتين في اكلك يكون عالي الى حد ما، وهتنزل بالكالوريز بتاعتك تحت ال 500. انت لما بتيجي تنشف تنشيف عادي بتقلل من سعراتك حوالي 500 كالوري زي ما انتوا عارفين كلكم، وزي ما انا قلت في الفيديوهات اللي فات، واللي ما شافش الفيديوهات اللي فات هلاقيني سايبها لكم فوق هنا وفي الديسكربشن بوكس تحت، هتشيل من الكالوريز بتاعه المينتنس بتاعتك حوالي 750 ل 1000 كالوري. هتقولي الرقم ده كبير، اوكي الرقم ده كبير، بس انت داخل فتره سريعه وهتطلع منها على طول، وفي نفس الوقت هتكون محافظ ان نسبه البروتين بتاعتك في الاكل عاليه الى حد ما، اللي هي ما تقلش عن جرام بروتين لكل باوند في جسمك، او 2.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزنك، ما تقلش عن النسب دي، فهتقدر تحافظ على العضلات اللي انت وصلت لها. طيب ده بالنسبه للاكل، قللت السعرات بتاعتك وعرفت ان انت هتكون قارس على نفسك شويه، وعلى فكره من افضل انظمه الدايت اللي انت ممكن تمشي عليها في الميني كات هو البي اس ام اف، وانا كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده وهسيب لكم برده اللينك بتاعه فوق هنا وفي الديسكربشن بوكس تحت، لكن تكون واخد في اعتبارك او واخد في حساباتك الاحتياطات اللي انت لازم تعملها في نظام البي اس ام اف. يعني ما تمشيش بي اس ام اف من دماغك من غير ما تشوف الفيديو اللي انا كنت عامله وتمشي على الاحتياطات اللي فيه، لان نظام البي اس ام اف زي ما انتم كلكم عارفين نظام عنيف زياده عن اللازم. طيب ده بالنسبه للاكل. الجزء بتاع التمرين بقى، عشان نكون متفقين ما يفضلش في التمرين ان انت تحاول تزود الفوليوم بتاع التمرين بتاعك او تزود الانتنسيتي بتاعتك في التمرين، لان انت جسمك في حاله انت تعتبر في ديفيسيت او في عجز من السعرات وعجز شديد كمان، فجسمك مش هيكون مستعد ان هو يعمل ريكفري بطريقه كويسه او تقدر تزود حتى في الاوزان اللي انت بتشيلها، بالعكس انت ممكن تلاقي مجهودك هيقل شويه، بس طبعا مش من اول يوم في الميني كات. ممكن مثلا لو انت هتعمل ميني كات طويله شويه اللي هي مثلا ماكسيموم 6 اسابيع، هتلاقي نفسك مثلا في اخر اسبوعين تلاقي الطاقه بتاعتك قلت شويه، فمش هتقدر تعمل الفوليوم اللي انت متعود عليه في التمرين، وفي نفس الوقت
مش هتقدر برضو تزود الانتنسيتي بتاعتك في التمرين. فيفضل في الحالات اللي انت هتعمل فيها ميني كات تكون الفوليوم بتاعك اللي بيسموه المينيمم افكتيف فوليوم، وانا كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده وهسيبه لكم فوق هنا في الديسكريبشن بوكس تحت. المينيمم افكتيف فوليوم هو اقل فوليوم انت محتاجه من التمرين عشان تعمل بروجرس بس بنسبه بسيطه، او حتى لو مش هتقدر تعمل المينيمم افكتيف فوليوم ممكن تعمل المينتنس فوليوم بتاعك، بمعنى ان انت هترجع بالفوليوم بتاعك خالص بحيث ان انت هتحافظ على الاوزان اللي انت بتشيلها طول الفتره دي. الفتره دي هي فتره انت كانك بالظبط كده عملت بوز، وقفت كل حاجه، تنزل بدهونك، ترجع تدخل في البالك بتاعك تاني وتكمل زي ما انت. فما تحاولش تجهد نفسك في التمرين بزياده، وما تحاولش تيجي على نفسك في التمرين، حافظ على اللي انت فيه. ده بالنسبه للتمرين. طيب تخلص الميني كات بعديه ترجع للدايت تاني، ولا ترجع تدخل في فتره حفاظ، ولا ترجع تزود سعراتك، ولا تعمل ايه بالظبط؟ يعني تعمل ريكفري بعدها؟ انت عارف طبعا انت لما بتعمل دايت مده طويله يفضل انت بعدها تعمل دايت بريك لو دايت فتره طويله، او تعمل ريكفري دايت او حاجه من الحاجات دي. بعد الميني كات ارجع ادخل في البلك بتاعك على طول، لان انت لو طلعت من الميني كات قعدت بعد كده تعمل فتره تحافظ فيه على اللي انت فيه على ما تدخل في البلك تاني، فالموضوع هياخد وقت ومش ده اللي انت عايزه. انت عايز تخلص فتره البلك بتاعك عشان تدخل في فتره تنشيف تانية. فلو انت قعدت تعمل ميني كات 6 اسابيع طلعت منها قعدت تاخد لك اسبوعين ريكفري دايت او مثلا اسبوعين دايت بريك، عمال بتضيع وقت على الفاضي. اطلع من الميني كات، ادخل في البلك على طول، كمل البلك بتاعك لحد ما توصل للماكسيمم اللي انت عايز توصل له في البلك بتاعك، وبعد كده ترجع تدخل بقى في الدايت بتاعك لو انت عايز تنشف او كلام من ده. وعادي جدا انت ممكن تعمل ميني كات تدخل في البلك تاني، تعمل ميني كات تدخل في البلك تاني، وهكذا. وده اللي انا بشوفه احسن حاجه ممكن تعملها طالما انت من الاخر الى حد ما شخص طبيعي ما بتاخدش هرمونات، لان انت معظم الفايده اللي بتجيلك في الفتره بتاعه البلك. فلما انت تدخل في فتره بلك وتدخل في فتره تنشيف شديده قوي وترجع تدخل في فتره بلك، بالذات لو انت واحد لسه مبتدئ، انت عايز تقضي اكتر فتره ممكنه بتعمل بلك، اللي هي تقريبا مثلا بتكون من ساعه ما هتبدا لو انت واحد منتظم من سنه لاربع سنين. غالبا في معظم الناس الاربع سنين دول لو انت بتتمرن صح، بتاكل صح، بتعمل كل حاجه صح، غالبا انت هتجيب الماكسيمم بتاعك كحجم عضلي غالبا في الاربع سنين دول، لان انت مش هتفضل تزيد الى ما لا نهايه. فخلال الاربع سنين دول انت عمال تعمل فتره بلك ميني كات، بلك ميني كات، تقسم الفتره بتاعتك كده. لان انت لو فضلت الاربع سنين تعمل بلك بس هتتخن، ولو انت فضلت الفتره دي تعمل بلك وترجع تنشف مثلا اربع شهور وترجع تعمل بلك وتنشف 3 شهور تانيين وكلام من ده، فانت بالطريقه دي كده بتضيع وقت كبير. فيفضل انت تعمل فتره بلك كبيره متقسمه مراحل في النص، مراحل ميني كات، لحد ما توصل للحجم العضلي اللي انت عايزه او الماكسيمم ماسل بوتنشال بتاعك، ومن هنا تبدا فتره التنشيف بتاعتك. كده يا جماعه انا خلصت الفيديو هنا كل حاجه ليها علاقه بالميني كات. اللي لسه عنده اي اسئله في الموضوع ده، وما اعتقدش ان هيكون لسه في اسئله ثانيه، يكتب لي في الكومنت سيكشن تحت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ودوسوا الجرس عشان تجيلكم كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. خلاص خلاص يا بنتي ارحميني يا بنتي، انا مش عارف اصور فيديو. المضحك يعني. نعم ماما. ماما ما اعرفش ماما نزلت. ماما انا ماما عايز بيجي عايز بيجي عايز بيجي. ده الحوار بيني وبين بنتي. سلام.